أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل حيثما كنتم، كما أمركم بذلك في كتابه، حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. فتقوى الله تفتح لصاحبها مخرجا من الضيق، وتجلب له الأرزاق والسعادة من حيث لا يحتسب. يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يقول الله سبحانه وتعالى أيضا: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. كما تجلب لصاحبها اليسر في الأمور بعد العسر، وتكفر عنه سيئات أعماله، وتعظم له من الأجور. يقول أيضا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فتقوى الله أيها المحاضرون، فتقوى الله أيها الحاضرون، تجلب لصاحبها ثمانية أشياء كما سبق ذكرها في هذه الآيات الكريمات، وهي كالتالي: أنها تسبب غشيان الرحمة على صاحبها، والتنوير في حياة صاحبها، والغفران من الذنوب، وتجعل المخرج لصاحبها من الضيق، وتجلب له الأرزاق والسعادة في الدارين، وتيسر له الأمور، وتكفر عنه ما بدا منه من سيئات أعماله، وتعظم له من أجور أعماله الصالحة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. إخوة الإيمان، اعلموا بأن للمساجد حقوقا وآدابا موضوعة على أكتاف المسلمين، لا سيما الجيران والمصلون. فمن حقوقها إقامة الصلاة فيها جماعة للاجتماع المشروع في العبادات، شأن كبير عند الله تعالى، وله فوائد كثيرة اجتماعية وفردية دينية ودنيوية. ومن هذه الاجتماعات
صلاة في المسجد يجتمع فيه أهل المحلة الواحدة كل يوم وليلة 5 مرات فيحصل التواصل والتعاون ويظهر عز الإسلام وقوة المسلمين. لقد كثرت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب صلاة الجماعة وآدائها مع عباد الله في المساجد التي بنيت لها، وأنه ليس لأحد من عباد الله رخصة إذا سمع النداء أن يدع الجماعة ويصلي في منزله أو في مكان عمله إلا من عذر شرعي مقبول. ومما يدل على وجوب إقامة صلاة الجماعة في المسجد قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال ابن كثير في تفسيره: لما دعوا إلى السجود في الدنيا فامتنعوا منه مع صحتهم وسلامتهم، كذلك عوقبوا بعدم قدرتهم عليه في الآخرة إذا تجلى الرب جل وعلا فيسجد له المؤمنون. لا يستطيع أحد من الكافرين ولا المنافقين أن يسجد، بل يعود ظهر أحدهم طبقا واحدا. فواجب على كل مسلم إذا سمع النداء أن يجيب ويشهد. ولقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عنها عليهم، ولا يهم بهذه العقوبة إلا من أجل ترك واجب وهو حضور الجماعة، وإلا فالظاهر أنهم يصلون في بيوتهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه: لا يشهدون الصلاة، أي بعد أن سمعوا النداء إليها. وثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، إلى آخر الحديث. فمن حق المسجد إقامة الصلاة فيه جماعة، فمن صلى في بيته وتخلى عن المسجد فقد خالف السنة إلا من عذر معتبر شرعا. إن أوام سجر ما يومنا جمعة أوك أعنا مسلاة مي البركة دكين يبود قوديا سنتبت قال الله muna neman taimakonsa, muna neman agajinsa cikin al'amuranmu, muna neman ya tallafa mana cikin dukkanin ababen da muka sa a gaba. Ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah, shi kadai yake bashi da abokin tarayya. Ina shaidawa lalle annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne. Ya ku bayin Allah, ina muku wasiya da kaina da mu ji tsoron Allah ta'ala duk inda muka samu kawunanmu. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya yi umarni a cikin littafinsa, ya ce: ya ku masu imani, ku ji tsoron Allah kuma ku yi imani da manzonsa, zai ba ku kyauta tsibi har kashi biyu. Kyauta ta farko na tsoron Allah, lada na biyu na imani da manzon Allah, kuma zai sanya muku haske a rayuwa da za ku dinga gudanar da rayuwarku da shi, kuma zai muku gafaran zunubanku. Lalle Allah mai gafara ne kuma mai jinƙai ne. Hakika tsoron Allah tana budewa ma'abocinta mafita daga kunci, kuma tana janyo masa arziki da dacewa ta inda bai yi tsammani ba. Ubangiji ta'ala yana cewa duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai sama masa mafita kuma zai azirta shi ta inda bai yi tsammani ba. Kamar yadda tsoron Allah tana sama ma mai ita sauki daga tsanani, kuma tana kankare masa zunuban ayyukansa,
kuma tana girmama masala da dakin sa ubangiji ta'ala yace duk wanda yaji tsoron Allah Allah zai sanya masa sauki daga kunci in uwa masu girma hakika tsoron Allah tana samar da ababe guda takwas ga abocinta na farko tana lullube shi da rahama tsoron Allah tana haskaka rayuwar abocinta tsoron Allah tana jawo gafara ga abocinta tsoron Allah tana samar da mafita daga kunci ga abocinta tsoron Allah tana samar da arziki da dacewa ga abocinta a gidan duniya da lahira tsoron Allah na saukaka al'amuran rayuwa tsoron Allah na kaffaran zunubai tsoron Allah na girmama ladaddaki ɗan uwa masu girma hakika ya gabata cikin khutbobi biyu a mako biyu da ya wuce mun faɗi al'amarin masallaci hakika al'amarin masallaci al'amari ne mai faɗi wuri irin wannan ba zai iya karar da sako akai ba taruwa irin wannan ta sallah wanda mutane kan yi a masallaci na daga cikin mafi girman haƙƙin masallaci domin da za a gina shi a wofintar da shi Allah ta'ala zai tambayi mutanen da ke makwabtaka da wannan masallacin ku sani ƴan uwa masu girma masallaci na da haƙƙi akan makota masallaci na da haƙƙi akan masu sallah a ciki shine su daure su zo su halarci jam'i a cikin masallacin nan khususan salloli biyar da ake ayini subahi azhar al'asr maghriba isha'i da kuma sallar juma'a idan masallacin na juma'a ne wannan yana samar da taimakekeniya da kuma sadar da zumunci na mako mako da ake haduwa a ga juna ayi wa juna sallama a tambayi halin da juna ke ciki halattar masallaci irin wannan yana bayyanar da izza ta musulunci da kuma karfin musulmai a duk inda suke dalilai a cikin alqur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun zo tuli suna bayyanar da wajabcin halattar masallaci domin tsayi da jam'i domin saboda haka aka gina masallatan in ba don haka ba sai a ce kowa ya zaman shi ya sallar shi a gida lallai babu sauki ga dukkanin musulmi a inda ya ji an kira sallah ya ce bari ya yi sallah a gida ya kyala jam'i ko ya sallah a shago ya kyala jam'i babu uzuri anan in ba uzuri ne karɓaɓɓe ba wanda shari'a ta sani a matsayin shi na uzuri kamar me kamar a ce mara lafiya ne yana cikin tsananin rashin lafiya wanda ba zai iya tasowa ya zo ba sai ya sallar shi a gida kamar a ce ya rasa wasu gaɓoɓi na takawa kuma babu wanda zai iya masa jagoranci ya ɗauko shi zuwa masallaci don ya halarci jam'i wannan ma uzuri ne na daga cikin dalilan da ke nuna cewa lallai wajibi ne tsayi da sallah a jam'i kuma haƙƙi ne na masallaci yin haka Allah ta'ala ya ce ranar da za a yaye ƙwauri a kirayi mutane zuwa ga sujuda akwai wasu wanda ba za su iya sujudan ba a filin kiyama in ka gansu idanuwansu in ji Allah suna cikin tsorata da firgici dukkanin ƙasƙanci ya lullube su me yasa saboda su a duniya lada ne na kiransu masallaci suna ƙin zuwa kuma lafiyar su lau in ji Allah ibnu kathir ne yake cewa irin waɗannan mutane ana kiransu a duniya domin tsaye da jam'i amma sun ƙi zuwa tare da suna da lafiya ba su da wata lalura wanda yasa a kiyama sai Allah ya ce ku kira su maga za su iya sallah a yau da aka kira su aka ce ku sujuda sai bayan su ya kame ya kage ya zama kaman sanda guda daya ya kilan kwasawa wannan shine sakamakon mutumin da bai zuwa jami'i a lahira duk mutumin da bai zuwa jami'i a masallaci a lahira za a ce ya sujuda kuma ba zai iya ba bayan zai kage ya zama kaman sanda Allah ka tsare mu hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana ya himmatu don ya je ya kona gidajen mutanen da ba sa zuwa jami'i ya ce bari in sa wani ya tsayi da sallah ni kuma in tafi in kona gidajen mutanen da ba sa zuwa jami'i suna cikin gidajen annabi ya ce na yi niyya in yi haka me yasa manzon Allah zai je ya kona gidan mutane da mutane a ciki wannan ya faru ne saboda sun bar wani wajibi mai girma ashe tsayi da sallah a masallaci wajibi ne inda mustahabbi ne annabi ba zai ce bari ya je ya kona me gidajensu ba don sun bar mustahabbi wanda yake nuna mana tsayi da sallah a jami'i wannan wajibi ne hadisi ya tabbata na Abu Huraira Abdullahi dan Mas'udin ma ya ruwaito
annabi sallallahu alaihi wasallam yana fada masa habbe yana tarbiyar su akan wannan a inda wani makaho yace ya rasulullah kai min izini in yi sallah a gida sai manzo Allah yace masa shin kunnanka yana jin kiran sallah sai yace ina ji annabi yace fa ajib wallahi sai ka je masallaci dan wa idan makaho ba dauke masa zuwa masallaci ba ya nemo ne ya taimake shi ya raka shi kai mai ido ni mai ido kai mai kafa ni mai kafa lafiyar kalau lafiya na lau mu ce mun zauna a gida mun tsaye da sallah hakika mun wofintar da darajar masallaci ba dan wannan aka gina masallaci ba an gina ne dan mutane su zo su halarta a taru a tsaye da ibadar Allah ayi ma juna fatan alkhairi dan mas'udu yake cewa duk wanda yake farin cikin ya sadu da Allah gobe kiyama yana musulmin kirki ya tsare wayannan salloli a cikin jami'i duk lokacin da yaji an yi kira domin su domin lalle Allah ya shar'anta mu annabinsa sunnonin shari'a kuma wallahi sallolin nan a masallaci sunnoni ne na shari'a dan mas'udi yace da za ku yi sallah a gidajenku kamar yanda mai noƙewa yake zama a gida yayin sallah hakika da kun bar sunnan annabinku ashe sallah a gida ba tare da zuwa masallaci ba barin sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace ko da za ku bar sunnan annabinku da kun bata Allah ka raba mu da bacewa yan uwa wayannan dalilai da ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata irin su dan mas'ud suna nuna mana haƙƙi ne na masallaci al'umma su zo su tsaye da jami'i a cikin sa duk mutumin da ya tsaye da sallar sa ta farilla a gida ya rabu ya wofintar da masallaci ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala na cewa falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri su yi kafa kafa da kansu masu saba ma umarnin manzon Allah annabi yace ga yadda za a yi kai yadda ranka ke so annabi yace a zo jami'i ka fake a gida kai sallah annabi yace kai kafa kafa in ji Allah an tusibahum fitna kada fitina ta yi me ta same ka a na daga cikin fitina al'umma angonku ba su san ka ba a masallaci in ka mutu an dinga kwatance kenan ana wani mutum dogo wani gajere wani mai kiba wani hayya 'ala salati hayya 'ala استو استقيموا ويتدلوا da Allah ay kokari a cike sahu a ko ina tun daga kan hanya har cikin filin masallaci ay kokari a kasance a cikin sahu kar mutun ya koma gefe ya tsere sallah shi kadai in kai sallah kai kadai baka da sallah a daure a shiga sahu Allahu akbar الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية، فيها صدظ مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم، ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Ya datang dengan orang-orang yang terhormat, dan kemalahan.
wannan masallaci kamar sauran masallatai yana da buƙatun mutuka wanda dole sai an nemi hanyoyi domin ɗaukar nauyin waɗannan buƙatu. Daga cikin hanyoyin neman taimako a hannun ‘yan uwa musulmi kamar yadda aka saba ba sabon abu ba ne. A daure saboda Allah don daraktar Allah, robobi na nan a hannun ‘yan agaji da suke zagayawa. A daure a taimaka da taimako masu gwabi domin fuskantar ayyuka na yau da kullum na wannan wuri. Mu ne za mu yi, ba wasu za su kosi mana ba. An mana ginin, to yanzu kuma ya kamata mu ɗauki nauyin ɗaukar nauyin gini. Saboda haka wannan tunatarwa ne a daure a bayan, Allah ta'ala ya ba da ikon taimakawa.